مدينة البصرة الرياضية أكبر صرح رياضي في العراق والمنطقة، يقع في مدينة البصرة جنوبي العراق، وهي المدينة التي كانت من أهم معاقل الرياضة في تاريخ العراق، وقدمت أسماء لامعة وإنجازات مهمة في سجل العراق الرياضي، فكانت جديرة باحتضان هذا الصرح الكبير. كلفت بأعمال التصميم والتنفيذ والإشراف شركة عراقية هندسية متخصصة وشركات عالمية، فبدأت أعمال الإنشاء والتشييد في المدينة الرياضية في عام 2009، وقد تكلل هذا الإنجاز الرائع بافتتاح رسمي وجماهيري حافل في 12 من تشرين الأول عام 2013. تتكون المدينة من 6 ملاعب، الملعب الرئيس فيها هو ملعب جذع النخلة، أكبر ملعب في العراق بسعة 65,000 متفرج، والذي جاء تصميمه على شكل جذع النخلة، وهي الشجرة التي تعد أحد رموز البصرة والعراق، وهو مجهز بأحدث التجهيزات التي تنافس مثيلاتها في أهم الملاعب العالمية. ويليه الملعب الثاني وهو ملعب الفيحاء بسعة 10,000 متفرج، إضافة إلى 4 ملاعب للتدريب. تبلغ مساحة مدينة البصرة الرياضية 580 دونما، وتتضمن 16 بوابة وبحيرة اصطناعية على شكل خارطة العراق تحيط بالملعب الرئيس. ومن مرافق هذه المدينة مبان سكنية لإقامة الوفود الرياضية ومواقف للسيارات تستوعب حوالي 10,000 سيارة. استضافت مدينة البصرة الرياضية العديد من المباريات المحلية والدولية، حيث جرت أول مباراة دولية على ملعب جذع النخلة بين المنتخبين العراقي والأردني في لقاء ودي في 1 حزيران عام 2017. وبعد تأجيلات عدة، أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن استضافة مدينة البصرة لبطولة كأس الخليج 25، والتي تنطلق في 6 كانون عام 2023، لتكون المرة الثانية للعراق في استضافة هذه البطولة منذ عام 1979، حيث أثارت هذه المدينة إعجاب جميع المختصين وتأكيدهم على جدارتها في استقبال مختلف البطولات الدولية وقدرتها على استضافة هذه البطولة واستضافة محبي كرة القدم من العراق ودول الخليج العربي وجميع بقاع العالم.